استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة عدن مجمل التطورات والأوضاع على الساحة الوطنية في ضوء المستجدات الأخيرة والجهود المطلوبة للتعامل معها في إطار سياسات الحكومة وتدخلاتها العاجلة. وتدارس المجلس الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية والتدابير العاجلة التي يجري العمل عليها للتخفيف من معاناة المواطنين، وفي مقدمتها وقف تراجع العملة الوطنية وضبط أسعار السلع والخدمات والتنسيق القائم مع الأشقاء والأصدقاء للحصول على حزمة دعم اقتصادي عاجل. وتطرق رئيس الوزراء إلى العمل الجاري لإصلاح العمل الأمني وهيكلته وتوحيده وتفويت الفرصة على الخلايا الإرهابية والحوثية لزعزعة الأمن والاستقرار، موجها الوزارات والجهات المعنية بالعمل وفقا للأولويات وتوفير الإمكانيات الضرورية التي تمكن الأجهزة المختصة من القيام بواجباتها. كما وقف المجلس أمام الأعمال الإرهابية والإجرامية التي شهدتها العاصمة عدن خلال الفترة الماضية ضمن المحاولات المستميتة من قبل قوى الميليشياوية إرهابية تعمل على إعاقة جهود الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتستهدف الأمن العام وتهدد أمن العاصمة عدن وسلامة أهلها. ووجه مجلس الوزراء وزارة الداخلية وأجهزتها المختصة بالتحرك العاجل والحازم تجاه ضبط الأمن والاستقرار في العاصمة والمحافظات المحررة والرفع العاجل بالنتائج النهائية للتحقيقات في الجرائم والأعمال الإرهابية التي حدثت وملاحقة الجناة والمجرمين واتخاذ الاحتياطات اللازمة لإفشال مخططات الفوضى والإرهاب ورفع كفاءة العمل الاستخباراتي والوقائي لمكافحة الأعمال الإرهابية للميليشيا الحوثية والعصابات الإرهابية.